ويا هلا والله مرحبا. تتذكرون الجهاز اللي استعرضناه قبل فتره اللي هو الكروما كاست اللي هو هذا اللي من خلاله تقدر تحول تلفزيونك القديم الى تلفزيون ذكي، تقدر من خلاله تبث محتوى من اليوتيوب من جوالك الى التلفزيون بخطوات بسيطه. طبعا الجهاز هذا من شركه جوجل استعرضناه سابقا، وسعر حاليا او عليه عرض حاليا في نون، وصار سعره ب 153 ريال بالضبط. ومثل ما قلت لكم ان كروماكاست عباره عن جهاز يحول لك تلفزيونك القديم الى تلفزيون ذكي، بحيث انك راح تقدر تعرض مقاطع يوتيوب من جوالك الى التلفزيون طبعا من خلال منفذ الاجتماعي. بنفس الوقت في نون لو دخلت على اي منتج ونزلت في الاسفل راح تلقى في عروض اخرى او عرض كافه العروض الاخرى، لو ضغطت عليها راح يطلعك كل العروض الموجودة على نفس المنتج وبأسعار مختلفة وباعين مختلفين. دور فيهم راح تحصل سعر أرخص من السعر المعروض. كمثال عندك السعر هذا أرخص واحد فيهم اللي هو 144 ريال بالضبط، يعني أرخص من العرض هذا. طبعا هالشيء راح يفيدكم في اختيار البائع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.